استراتيجية جديدة في الداتا انتجريشن تختلف عن السابق تماما تختلف. معتمدة على الأدية. شيء غير الأدية. وهي سكيبة قبل الأخير، يعني في شيء ثاني بس مش داتا انتجريشن، هذاك الإنترنت. نحكي عن اللينك داتا المحاضرة اللي بعد. عن اللينك داتا والأدية. هل عن داتا انتجريشن؟ وهو نسميه على فكرة هو مور فيوجن أكثر من انتجريشن. بس عاد شو الفرق بين فيوجن وانتجريشن؟ برضه هذه قصة. هلا يعني على الأقل هلا فيه هو نفس المعنى بالنسبة لنا. هلا نفترض إنه في عندي أنا ثلاثة داتا بيسز، هاي وزارة العدل هون، الغرفة التجارية، وزارة الاقتصاد. Consider this simplified example from the government. Consider three governmental agencies. In this example, we will integrate the three databases by transforming each one into RDL and then concatenating the resultant RDF tables into one table. حولها كل واحد منها هو RDF table SPO كل الداتا. بعدين كونكاتينيتي يعني بمعنى اخر واحد يعني لبهم فوق بعض، بعدين داتا بيس واحد after that we investigate the concatenated data and link the different resources. Data integration is simply achieved through concatenation of RDF graphs and linking different resources. خلينا نشوف. Ministry of Justice records. هاي في عندي company code. هاي الكود اسمها اسم الشركة. في عندي advocate ID. في عندي country. في عندي city. في عندي website. طبعا هذا كله افتراضي بمعنى. وفي عندي اسم الادفوكيت ها اسمه ورقمه والكنتر. هاي توني بعيد ساعدني احط المثال على الحال. طيب هلا كيف اساوي؟ عندي هاي الداتا تعرف تحولها لارضية تدول تو تيبلز كيف؟ باخذ هذا السبجكت بقول له نيم فيوتشر تي وهذا السبجكت له ادفوكيت اي دي وهذا بصير يو ار اي لانه صح؟ وهذا السبجكت كمان مره له كانتري بحط من ستايل بحب احطها يو ار اي ولا احطها سترينج زي ما بدي. بعدين كمان هذا السبجكت له سيتي بيت لحم وهذا السبجكت له ويب سايت وهاي الويب سايت والادفوكت اي دي على فكره بقدر اقول عن هاي التايب تبعه كومباني وهاي التايب تبعها كومباني واضحه هي الاشياء مظبوط مظبوط وهي نفس الشيء فبمعنى اخر هاي هاي حطيت التايب هاي الشغله التايب تبعها كومباني دائما كل الاشياء اللي باخذها بالتيبل بحط التايب تبعها باسم التيبل بعدين هاي الاسم تبعها وهم صعبين؟ طيب هلا في عندي انا من غرفه تجاريه عندي هاي كومباني ريجستريشن نمبر هاي كومباني لها ارقام لاحظ هاي ارقام هنا كمان ارقام بس تختلف هاي فيوتشر عندي بالستاين انديكس ايش هي ماجدل سوليوشنز هاي الكومباني ابليكيشن وهاي الادرس وهاي الاونر تبعها وهاي الكومباني اونر شو الفرق بينهم هاي الاونر فيش عنده معلومات يعني شو بملكه وهاي انه هذا الزرابين بين الاول والثاني
رب الأول والثاني والرول تبعه from the واضحة؟ هم؟ كيف أسويها؟ بدل بالثلاث في RDF كل سهولة نفس الشيء زي ما قلنا بوضع هاي الرقم كومبانيين هو يصير الريديكيت وهاي يصير الأوبجيكت وهلو ما جربوا بدل بهم هذول هاي هاي تكملات هاي في مشكلة؟ وهاي الوزارة الاقتصاد عند الكومباني والاونر واللوير كان دي لوير على فكرة هاي خير اللوير هذا وين ما كان موجود في وزارة العدل سمينا ايش؟ سمينا هون فيش في اونر هون فيش اونر طيب هلا انا حطيت كل واحد من هذول الداتا بيسز لبيتها في لبيتها في اس بي او شو صار عندي؟ صار عندي هذا اس بي او هسه يعني بقول لك اسمبل اس يعني هاي هذا الكلام في عندي هاي مش هذا مثلا طلع من وزاره المعادن ازرق اصفر احمر وفي عندي هاي مثلا غرفه تجاريه طلع عندي الازرق الغامق مع هذا اللون مش عارف اسمه فوشي مع الازرق الفاتح بالضبط لما ادبهم هاي زين هاي شو بتساوي اليوم تبعها وكانه هاي هاي من حد هون اللي هي مزبوط وهاي وكانها في شيء في في شيء ثاني مشكله كذا بنفس دبر ورا بعض صار الانتجريشن يعني معنى اخر ثلاثة تيبلز اللي مكان عندنا عملنا لهم تبناهم تيبل خلصنا انتجريشن سهل نسع بها ها؟ هلا هلا لاحظ انه عشان اذكركم هاي جراف يعني لما نرسمهم على ديت بين جراف صح؟ وهاي بين جراف وهاي بين جراف النتيجة مش جراف بس بيقول قبل ما النتيجة عملية مش جراف لو ترسمها مش جراف واحد بتطلع عند ثلاثة جراف بس من تيبل واحد شو إذا شو بطلع علينا لحد هلا في مشكلة في أي صعوبة أنو أسهل هي ولا الجاب ولا هاي أسهل بألف مرة أسهل هلا بصراحة اللي بيلزمني عام كيف تشبك الجراف كيف اشتري الجرافس؟ هون بيجي التحليل ومش كثير تحليل من مرة مش تحليل شو دخل هلا طلع عارفين شو؟ شايفين هاي؟ سيم اس هاي هاي بصير ايش؟ ريكورد وهاي سيم اس وهاي سيم اس فكل اشي نفسه خلي الكود زي ما هو بس بقول له انا هدول هذول الثلاثه جبت من التيبلز اللي كانوا بالاول نعم كود لك اعمل شيء حطيت هذول الرولز بعدين عملت الاس بي او بعدين تمام هذول الثلاثه من اللي شو عرفت انه هذا لا بنزل مره على الداتا بالاصل طلعت هذول بعدين شباب زمان على الداتا و طلع هو بعدين طبعا مش تعرف الا لما تشوف الداتا طبعا بس كمان مرة ها كمان مرة هون لقيت بالسيم هاس يعني حلقت شفت التكرار بس التيبل مش التكرار نو نو مش التكرار انه نفسه اللي وقتها من اسمهم هذول على التيبل هذول نشوف انه هذا ناخذ ناخذ هاي جي كي 452 منيح هاي شفت وهاي وين هاي؟ كومباني كود هذه هاي وهاي 8-3 قولي 8-3 وهون 4-3-5 هل هاي سيم أس هاي وهاي سيم أس هاي يعني 3 يعني هاي الشركة وين هذا الطريق جديد تبع وزارة العدل صح؟ نقول هاي كومباني هاي شخصية قانونية لها رقم عندك ف
فصلت عنها وإلها رقم في الغرفة التجارية رقم استخدمته بقول هال سير هال هذا وكمان في وزارة وين الاقتصاد فبقول هاي نفس اللي في وزارة عدن يعني هاي نفس الشركة اللي مصاري في وزارة الاقتصاد وعلى فكرة لو حطيت كمان هاي إيكوال هون برضو بصير لأنه سيم أز برازيل هذول يعني هذول بضيفهم على على الاس بي او تي هذول زي هاي ستيتمنت بضيفها هون هون كيف الطايب كومباني نفس المبدا بضيفها هون او بدك تخزنها في تابل خارج تخزنها هاي مش مهم الفكره وهيك كيف بنضيفها هون في التابل هذا عادي مش هاي 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 اس وهاي بي وهاي او تكون اسمها ولاحظ هذول النقطتين هذول النقطتين شو بينيها قبلها اليورين تبع يعني قبلها مكتوب وزارة العدل هون يبقى مكتوب وزارة الغرفة التجارية هون وزارة الاقتصاد لأن هاي لينك هاي مش رقم يعني بمعنى آخر دبيت كل الداتا فوق بعض بس في وتابع وبعدين رح تشوف وين الخيوط؟ وين كل نود في الجراف هاي؟ هي نفس النود في الجراف هاي؟ هسا المشكلة أنت لما تحكي عن هيو داتا بعملهم اسم اس كيف؟ أنت لما تحكي عن هيو داتا بتصير تطلع كل نود كل هاي سيم اس هاي سيم اس هون المشكلة لا أنت مش لكل ايتم أنت تروح للتايب تروح للسبجكت تروح للسبجكت وبتشوف بس عشان اه يعني هيو داتا بدك يعني كيف كثير قديش يعني؟ أنت بدك انتجريشن مش بس تنفق عليها بتصير قطعت شو تشتري هسا يعني كيف معاها لو جبنا كل الناس اللي مسجلين بوزارة العدل انا بعطي مثال ثاني كل الناس المسجلين بوزارة العدل وزارة العدل بتعطي شو اسمه براءة شهادة عدل محكوم بسجلوا الناس هذا اللي شفته بعيني بسجلوا الناس اهل الضفة وبسجلوا الناس معهم هوية زكية مع هوية خضراء ومع هوية زرقاء ويمكن أخذ أجانب صح حتى أجانب جينا بعدين ندمج مع الداخلية وزارة الداخلية فيها ناس بتوقع بس الهوية الخضراء هلا قد إنه على نفس رقم الهوية بجوز رقم الهوية بتغير بتكرر مع شيء ثاني بعرفش بس بيلزم إنه نعمل كويل ونيجي لها السي إم إس يعني معها آخر سيما زي ما ممكن تعمل لها أوتوميشن بمعنى آخر يعني بدك هي عبارة عن برنامج بدور على أشياء متشابهة وبطلع لك إنه هاي هي نفسها ضمن الكرايتيريا أنا بحددها اللي بدي اشتغل ذلك اللي بدي المسؤول مصفاش غير الـ ID صح؟ الـ ID نمبر آه بس يعني هو المقصود هون إيش؟ نقاد عارف من درجة الكتاب قبل فيها قد إنه مش 100% مرات يعني قد إنه فيش درجة مهمة جثر جدل تأخذ الاسم المبالغ وتاريخ الميلاد الأم مثلا هذول يعني كثير يعني بيت يعني هاي من وجهة نظرك من ناحية قانونية يعني بمعنى آخر قد يكون 99.9999% إنه صح يعني معناها اخر تبني تيبل المابنج اللي هو بدك تعمل سيم هاز تبني هالتيبل كويريز السيم هاز بتبقى وين في اخر الاس بي او او تقدر تغير اذا انت بدك اذا انت بدك تغير خلص بقول ريبليس ريبليس بجوز الاسم بجوز السيم هاز على السيم هاز اللي هي في الاخر بدك تحسبها يعني لما انت تيجي تعمل كويري بالجنرال الاخر بدك تعتقد بدك تقول انه اذا هاي سيم از هاي معناته كل الاتريبيوتس كل شيء طالع من هاي تاكل عليها هو نفسه اللي طالع من هاي تاكل عليها مجموع بين فيعني هي بنسميها ريزن بس اذا انت ما بدك تعمل ريزن هلا وين انت هاي هذا السؤال اللي انت سببت فيه
قبل ما خلينا قبل ما نجاوبه بدي اخلص اناقش اللي وين بنتبع. هلا ذات انتجريشن اند فيوجن كونكاتينيتنج ار دي جرافز اند لينكينج انتيتيز ان ديفرنت داتا بيسز فورمز اند انتجريتد فيو وير ابلكيشنز سي اول داتا سيتس از وان انتجريتد. يعني الفكره انه هاي بعمل انتجريشن هاي انتجريتد فيو هاي الريزلتس النهائيه ها بعمل جن يعني وكانه مرحليا يعني طبعا انا بقدر ادير هاي مباشره بس بعمل مرحليا كل واحد لها تيبل وبعدين بعمل كونكاتينيتنج للثري تيبلز وهاي فيها سيرفرز يعني ما هلو. اوكي هلا سؤال خلصنا اخر شيء وين بدي استبع هاي الطريقه وين بدي اتبعها وين بدي اتبعها وين بدي بعمل لا نقول ريبليس ولا خليها هاي شغله بيرفورمنس بس وانت طبعا انت شفت اخذنا مراكب كيف تعمل كويريز في سبارك لا دي وانت بتتبع هاي الطريقه وانت بتتبع داتابيس انتجريشن بعمل داتابيس انتجريشن وانت بعمل ويب سيرفيس اذا بخلي ويب بعمل ويب سيرفيس خلي كل شيء زي ما هو يعني كل واحد اونر كل واحد اونر للداتا هلا هان عمليا لما انت تيجي تدمع من ثلاث وزارات ليش الثلاث وزارات بيقولوش بدك هاي الداتا بس ما بيقولوش بدك الداتا لان انت صرت الاونر اللي بعدها نعم تعمل ديليجيشن صح ولا لا طبعا هو المفروض انه ما يطلعش على كل الداتا بيس يعني ممكن انه في وزاره معينه يطلع جزء من الداتا بيس تبعتهم مش مشكلة. على كل حال احسن تطبيقين انا شفت في حياتي عواز ميز لهي الفكرة وممكن اقول هلا ممكن استنتج واحد ثاني او احسن تطبيق انا شفته اللي هو الضريبي طلع صعب جدا انه تعيين الضريبي يعرفوا هاي معروفة عالميا يتبعوا روحي اسمه مصطفى مكلف اسمه مكلف 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 انه يدفع الضريبه بدفع الضريبه او بتخرب او بيخفي او بس بيخفي شو بيخفي الانكم الانكم من انه بيدفع بكتب الناس يقول بيدفع من خارج الحكومه بكتب انه عن جد انا بعمل بشغل لوزاره اكس وبشغل لوزاره واي وزارة زد وانا اصلا بس كاشف عن راتبي اللي انجعه وبيقدروا يكشفوا؟ نعرفوا هذا وقد يكون عندي املاك وقد يكون عندي املاك ولسه برا كمان اذا زوجتي عندها املاك هو الاملاك مشتركة هنا قانونها بيختلف غير انه بيختلف بس برا يعني انت وزوجتك سلي واحد سلي واحد فهلا كيف هذا الشيء في ايطاليا ليش تجيب واحد على فكره يعمل برزنتيشن جابوا من وزارات سناب شوت من الداتا جابوا داتا طبعا هذا كلها اشياء لا تكشف طبعا عندهم كل وزاره كمان نفس لا ضريبه تربط بين كل وزاره عندهم الداتا بيس احنا عندنا وزاره تبين في شيء داتا بيس وفي شيء كوبر وفي شيء لا سوري يعني كل وزاره عندها داتا بيس لحالها مش في يعني مش سنترلايز قصدك مش سنترلايز ولا دول في العالم عندها سنترلايز ولا دول في الدنيا كل وزاره في العالم قائمة على الداتا يعني مش بس احنا لا 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 اصلا غلط انك تعمل داتا بيس وحده لكل الحكومه هذا شيء كارثي بصراحه هذا ولا اذا بتوقعش اصلا خلل بالداتا بيس بخلي النظام كله لا ما تنساش شلون اداريه عندهم برنامج واحد ليش معي اختراع العجل هذا شيء ثاني برنامج شيء داتابيز شيء هلا كيف اللي شفته انا يعني انا شفته بعيد انه بيجي عندنا من كل هالداتابيز بندبها بسرعه ورا بعض يعني بندبها دبها اصلا عمليه الانتجريشن تبعها لها سنين وبالتالي ليش داعي نعمل انتجريشن ما في داعي نعمل انتجريشن وزاره العدل مع وزاره السياحه مع وزاره شو طب واحنا ازاي احنا بندور على شباب ضريبين
هلا انت وانت تعمل ديجريشن ما بتكدرش مرات كل الاشياء. فهم كيف عاملينه النظام كالتالي، دبين كل الداتا ورا بعض، ومعمول طبعا عمليات برامج بتعمل اللي هي انه سيم اس، يعني قد يكون انا عندي سياره بس تسجل المطرح وهناك وزاره تسجل المطرح وهل هم جرى، فانا عندي يعني داتا بدي اجمع اجتمعت كله مع بعض ونعمل الانتجريشن لاقصى ما يمكن المقدور عليه. يعني عملت الانتجريشن انتبهوا حتى للار دي اف لا نهائيه، هي لا نهائيه لما هذا مثال بسيط عامل كومبن بس عمليه الانتجريشن الانتجريشن الحقيقي جزء بالستايل مره مكتوب بهيك ومره مكتوب بهيك، قد يكون نفس الشخص وقد يكون مش نفسه، فدابينها كلها ورا. هلا كل ما بدهم هم يعملوا انفستيجيشن على على شخص يقولوا مصطفى جرى، بحطوا مثلا رقم هويتي طلع لهم ايش؟ الكاركتر اللي بيجوا نص 5 انشز او 3 انشز بنطلع عنده كذا بيشتغلهم بيكملهم بيكيمهم هون هيك العلاقه مع كذا، فبيشوفوا عمليا فيو عني هم طبعا ايش علاش بيطلعوا على الامور الضريبيه، بقيم وضعي بقارنوه بالمعلن اللي انا بعلمه ببين ما بهاش سيستم كبير حتى نكشف كل هالاشياء، بتناسب مع الانتجريشن ضخم لكل الداتا حتى لو الداتا يعني كيف كيف اذا توضح انه مصطفى عنده سهل كده وجوز طلب الاشياء الرسميه يأخذ مؤشر إنه خلل بالجدار. هل الأبليكيشن الثاني عجبني كثير. بصراحة أشكر والمخابرة. هلا ليش؟ لأنه برضو نفس الشيء. تجمع. طبعاً هون بجوز بكتب هي مش عملية داتابيسز. أنا أشياء يعني مش إنها سرية فالناس تحكيش عنها. لا هي مكتوبة بكل المكان. مرات تجيكيش داتابيسز. تجيك تقارير. هالتقارير شو؟ تقعد انت تكتب بها مثلا عشان تكون شرطي. بكتب بكتب في محضر عن حادث صار او واحد اشتكى على واحد او واحد كتب تقرير لواحد او 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 وهو بكتب صار اليوم حادثه عند دوار المنار دوار المنار. هي وكانها بتصير نوم. يعني يعني مع اخر بعيننا دوكيومنتس كثيره مش ممكن نعمل داتابيس سكيما نخزن فيها يعني مع اخر هالتكست التقرير اللي بيجيني مش بقدرش انا اخزن كل معلومه فيه كداتابيس صح؟ وبالتالي عندي الاف دوكيومنتس تخيلها زي السي في زي وين وكل شغله بتورد بتورد داخل النص أنا ممكن أربطها مع دوكيومنت ثاني. شو الفرق؟ هون هاي الدوكيومنت فيها دوار المنار وهاي الدوكيومنت فيها دوار المنار. بس نحكي عن نفس الشيء. ورد اسم بنك هذا البنك وهذا البنك. ورد اسم شخص هذا الشخص هو نفسه هذا الشخص. فالواحد هو بيكتب طبعاً في هاي الأشياء بنعملها أوتوميشن بسهولة لدرجة كبيرة كبيرة جداً جداً. عملية إنه وأنت تكتب تعمل تاج من التكست. وبالتالي بصف عندك لما تعمل كويري بتعمل كل والله اعطيني مصطفى جرى ها بشوف انه انا كذب انه ولد بتروح مثلا وحدا ذكر انه دارس معاه في المدرسه حدا ذكر انه بايعني سياره حدا ذكر انه صاحبي حدا ذكر انه ابني حدا ذكر تحدث عن نفس الشخص الكوير بيصير جراف فانت بتشوف الانتيتي ايش جراف طبعا والابلكيشن اللي عليهم بيزيدوا انه مرات حتى توجد كله شو العلاقه بين السياره اللي واقفه هنا وبين مصطفى فالكمبيوتر نفسه بيصير يحسب ريجز ما هي ريجز بده يمشي ببعض ويشوف هل بعض بجوز يقول لك ها السيارة بملكها واحد
هذا الواحد صاحب واحد وهذا الواحد جوز اخت واحد وهذا الواحد يتكلم اخو مصطفى ولا جار مصطفى. طبعا الهيومن اللي يروحوا على صحه الاشياء. بعد كمان اتوقع انه بالحصر هذه الاشياء في ابلكيشن اللي هي انك انت بدل ما تعمل عمليات مضنيه بالانتجريشن حتى بس تطلع صايب عليك فكويك انتجريشن قد انه يساعد انك بس تعمل عمليه احصائيه لانه مرات مش مهم والله يطلع الاشي زياده مقصرا فيه مش احتار هاي مرات كان مش مشكله. احنا فعلا نقاط هاي الامور لما نعمل تطبيقات يوزي الابلكيشن بتاع القريب اليوم. في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال؟ حضر علينا محاضرة صغيرة. في حدا عنده أي سؤال؟ طيب نأخذ بريك صغير. هلا هو شوفوا